Kami panggilkan peserta khataman ke-17 Pondok Pesantren Al-Wahid tahun ajaran 1435-1436 Hijriah. Peserta sanatan Alfiah Santri Putri Latifatus Salihah binti Ridwan Ya Mustafa ya Habibur Rahmani Rahma Umaida Nahmatullah binti Sirri wal Iyadani binti Gunawan Sidorjo Al-Hadihin Zalimati Khatul Hasan Al-Qur'an Bini Sukarmai Sijarjo Sumatera Utara Rois Hidayat bin Ahmad Fadoli Brangkas Lagu Grobogan Muhammad Afif bin Surazi Benar Weding Bonang Demak Muhammad Nur Wahid bin Ahmad Benar Weding Bonang Demak. Selanjutnya peserta Khataman Al-Quran bin Kitab Asyadibi Santri Putri Muhammad Nur Wahid Illal muslimun Mustalifah bin Abdul Fatah Kenduren Wedung Demak Istajib ya Rahman binti Muhammad Mursalin Karangajar Grobogan. Selanjutnya peserta khataman Al-Quran bin Santri Putri Istajib Nabi Jahil Quran Asna la'ali illah Amin ya Rahman. Selanjutnya peserta khataman Al-Quran Amin ya Allah Rabbil Alamin bin Ahmad Basori Balerjo Dempet Demak Sallallahu Alaihi bin Ahmad Fadoli Selanjutnya peserta khataman Al-Quran ya dan kita Mustafa ya Habibur Rahmani Bonang Demak Nurul Hidayati binti Mu'ad Radinanjali Bonang Demak Subda binti Selamat Melati Harjo Gajah Demak Faidah Mulid binti Alif Ahwan Madini Gajah Demak Fatimah Tussahwa Hamirul Quran liwa'ul Islam Kalamullah huwal Quran Ahlul Quran Selanjutnya,
muslimun la yaqra'u illa al-muslimun illa al-muslimun al-mu'minun. فلا تنهر
khulafin an Hamzata. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhi wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka minal ulin walasawfa yu'tika rabbuka fatardi alam yajidka yatiman فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللَّهُ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قراءة ورشين عن نافعين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. قراءة ورش عن نافعين.
Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun. Waturi sinin. Wahadal baladi lamin. Laqad khalaqna lin sanafi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilu salihati falahu أجرٌ غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين قراءة ابن كثير بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين قراءة خلف عن حمزة بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى
إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطيع واسجد واقترب أدورشين عن نافعين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا أرأيت إن كان
كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب قراءة خلف عن حمزة بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطيع واسجد واقترب قراءة علي الكسائي بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية
كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطع واسجد واقترب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قراءة ورشين عن نافعين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قراءة علي الكسائي بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم
جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قراءة ورشين عن نافع. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قراءة خلف عن حمزة. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفعل
فيهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قراءة الدوري عن علي الكسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل قال ذرة شر يرى. قراءة ورشين عن نافع. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت
في الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا قراءة خلف عن حمزة بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحي لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير قراءة ورش عن نافع بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور
وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قراءة السوسي عن أبي عمرو. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قراءة خلاد عن حمزة. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. قراءة ورش عن نافع. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة
تثوت وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية سوسي عن أبي أمرين. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما علي الجسائي بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين ترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قراءة ورش عن نافع بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قراءة ابن عامر. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون قراءة خلف عن حمزة. بسم الله الرحمن الرحيم ألهيكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قراءة ورش عن نافعين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قراءة خلف عن حمزة. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده
قراءة ورشين عن نافعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قراءة السوسي عن أبي أمرٍ. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قراءة خلف عن حمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمود ممددة. قراءة علي الكسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمود ممددة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل
يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول. قراءة قالنا عن نافع. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول. قراءة ورش عن نافع. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول. قراءة السوسي عن أبي أمر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فاجعلهم كأصف مأكول. قراءة خلف عن حمزة. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قراءة ورش عن نافع. بسم الله الرحمن الرحيم
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قراءة ابن عامر. بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قراءة ورش عن نافع. بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قراءة السوسي عن أبي عمرو. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قراءة ورش عن نافع. بسم الله
صلِّ لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قراءة خلف عن حمزة. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا ابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قراءة هشام عن أبي عمرو. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا إنه كان توابا.
قِرَاءَةُ وَرْشٍ عَنْ نَافِعٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ قراءة ابن كثير بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا في جيدها حبل من مسد قراءة خلف عن حمزة بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قراءة ورش عن نافع بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قراءة خلف عن حمزة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قراءة ورش عن نافع بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن غاسق إذا وقب ومن
النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قراءة خلف عن حمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قراءة ورش عن نافع. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الحناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قراءة الدور عن أبي أمرٍ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قراءة خلف عن حمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمد الناعمين. آمين. حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا عبدك وابن عبدك وابن عبادك ناصيتنا بيدك ماضي فينا حكمك عدل فينا فضلك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعل القرآن اللهم اجعل القرآن سائقنا وقاعدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم ودارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين. واجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعة وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرة كلها دليلا وإماما. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا ورزقنا تلاوته حق تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. اللهم وفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم وفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم وفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم وفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Diberitahukan pengumuman diberitahukan untuk santri Hotmail Quran bila hifdi untuk tetap di tempat dalam rangka mengikuti tes Hotmail Quran bila hifdi yang akan dipimpin panjenengan pun Kiai Habib Junaidi. Sedangkan untuk santri Hotmail Quran bin Nador silakan untuk kembali ke tempat.